وعرض فيه عرضنا فيه 25 عمل فني، أو عفوا عرضنا فيه أعمال ل 25 فنانة من عدة أجيال، تقريبا ثلاثة أجيال، البايونير اللي هم المؤسسات، صفية بن زقر أحدهم، مريم شيخ، منيرة موسلي، سلوى الحقيل، عدة أسماء في الجيل القديم، وبعدها على طول في قسم آخر عن الجيل الجديد والفنانات يعني الأكثر حداثة في الأمر الفني أو في المجال الفني. والمركز مفتوح من 5 إلى 9 يوميا إن شاء الله ما عدا تقريبا يوم الجمعة، ونستقبلكم، والمركز للجميع وحياكم الله، والدخول طبعا مجاني وتابع لهيئة تطوير منطقة المدينة تحت مظلة برنامج المدينة الثقافي وبرعاية خاصة من سمو الأمير فيصل بن سلمان حفظه الله. هذا المكان محاكاة لمكان كان أمام باب السلام في الحرم، جمع المحلات والأطعمة والحرف في هذا المكان، جمعنا بين الحاضر والماضي، عرفنا الجيل هذا بالأشياء القديمة والأشياء الحديثة، في المسرح الروماني وفي عملة الطبخ وفي ما شاء الله أنشطة ثانية كلها في هذا المكان. يعني ما شاء الله تبارك الله فعالية جميلة، هيئة تطوير المدينة صراحة بذلوا جهد كبير حتى إقامة الفعالية، من ترتيب تنظيم دخول الزوار خروجهم يشكروا عليه، وإن شاء الله القادم أجمل بإذن الله إن شاء الله. Hello, I'm so happy to be here in Medina to participate to this event. It's amazing. All the family, all the people, are peace and love are fantastic events. Really, my compliments. ما شاء الله تبارك الله، يعني حقيقة فعالية جدا جميلة. عجبني أكثر شيء المسرح الروماني، السينما اللي في الهواء الطلق خاصة أنها تناسب الأجواء المناخية الجميلة الآن للمدينة المنورة، فالسينما وإنها مفتوحة للأوبن إيريا زي ما يقولوا الهواء الطلق كانت جدا جميلة.